على ضفاف الشاطئ الغربي من خليج عمان، مدينة لها في التاريخ باع وذراع، كانت أحد أسواق العرب في الجاهلية، واليوم تتواجد في دولتين مختلفتين وثلاث محافظات. فهل عرفتم مدينتنا المهمة لليوم؟ مناط حديثنا لليوم ضمن سلسلة مدن مهمة هي مدينة دبا، لكن عن أي دبا سنتحدث؟ دبا العمانية أو دبا الإماراتية؟ باختصار، مدينة دبا هي كلتاهما العمانية والإماراتية، وهما مقصد رحلتنا اليوم. فمدينة دبا مع صحارها هي بلاد عمان كما قال ابن خردعذبي صاحب المسالك والممالك. أما صاحب معجم البلدان فقد قال نقلا عن الأصمعي بأنها سوق من أسواق العرب بعمان، وهي مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب وأخبارها وأشعارها، وكانت قديما قصبة عمان. أسلم أهلها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعث النبي عليهم رجلا منهم يقال له حذيفة بن اليمان البارقي الأزدي، إلا أنهم ارتدوا وحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لذلك، فأرسل لهم لواء بقيادة حذيفة بن محصن الغلفاني، وألحقه الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل الذي فتحها عنوة وأقام فيها عاملا لأبي بكر رضي الله عنه. وتبرز أهمية مدينة دبا في أنها إحدى أسواق العرب الكبرى في الجاهلية والإسلام، حيث قال فيها الطبري في تاريخه بأنها هي المصر والسوق العظمى، كما قال فيها ابن حبيب صاحب كتاب المحبر بأنها إحدى فرضتي العرب، يأتيها تجار السند والهند والصين وأهل المشرق والمغرب. ومن أبرز من أنجبتهم هذه المدينة التابعي الجليل رجل دولة بني أمية وقائد فتوحاتها في بلاد الصغد وأقاليم خراسان وما وراء النهرين وخوارزم، المهلب بن أبي صفرة وأبنائه. ومن أبنائه يزيد بن المهلب صاحب الثورة المشهورة ضد الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك. دبا مدينة توزعت بين إمارة الشارقة وإمارة الفجيرة الإماراتيتين ومحافظة مسندم العمانية، أهلها من أزد عمان، إلا أن صبغتها التجارية في الجاهلية والإسلام جعلت جملة من أقوام بلاد السند والهند وفارس يستوطنونها. هل عرفتم لماذا هذه المدينة مهمة؟ لا تنسوا أن تلقوا نظرة على المصادر وتشاركوا الفيديو.